لما نروح نشتري طنجرة، شو الميزات اللي لازم تكون موجودة في طنجرتنا؟ تعالوا نشوف. أهم إشي الطنجرة تكون في إلها هون زي سيليكون بيخليها محكمة الإغلاق، علشان لما نعمل رز نعمل لحمة ما يطلع هوا من هون وتنضج لحمتنا أو الرز تبعنا أو أكلتنا تنضج بسرعة. وأهم إشي كمان الإيدين يكونوا ما بيحموا ونحن بنعمل الأكل ونحن بنسخن الأكل، كثير مرات بنحرق إيدينا. كمان ضروري هاي تكون ما بتحمى، عشان إحنا لا شعورياً نيجي بنفقد الأكل، فلازم يكون الغطاء إيد الغطاء ما تحمى. وضروري كمان توزيع الحرارة يكون متساوي لما نحطها على الغاز. وهلأ في كتير ناس عندهم الغاز على الكهرباء، فننتبه كمان نسأل لما بنشتري إنها بتاخد غاز الكهرباء، لأنه مش كل الطناجر نقدر نحطها على غاز الطنجرة. وضروري كمان أنا بفضل الجرانيت، لأنه الجرانيت ما بيلزق والجلي تبعه كتير سهل. ننتبه لكل هاي التفاصيل لما بنشتري طنجرتنا. وضل إشي، كتير في طناجر تحمى من هون، لو أنت بتحركي الأكل بتنحرق الإيد من هون. يعني أنا مرقت فترة صار عندي حروقات هون، هلا صرت انتبه انه الطنجرة من هون ما تكون تحمى بتاتا، تكون منعزلة، بتتغطى منيح، نطبخ طبختنا، كل امورنا تمام.